تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة، الأمة الإسلامية، جعلها وسطا يعني عدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم سماها بالمسلمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أولا الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، وجعلنا مؤمنين، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأمر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن نكون أمة واحدة، وأن نكون جزءا واحدا، جزءا واحدا لا يتجزأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية معروفة عندنا: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بهذا ونكون أمة واحدة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الافتراق في الدين، عن الافتراق والاختلاف، قال: ولا تتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لأن الاختلاف والتفرق ليست من سمات المسلمين، وإنما هي من سمات وصفات من كان قبلنا من الأمم المشركة واليهود والنصارى. أما المسلمون فقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يكونوا أمة واحدة. وهناك آيات كثيرة في سورة الروم، الله سبحانه وتعالى يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة لست منهم في شيء. شوف هذه الآيات، آيات كثيرة. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا قال؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته في أكثر من حديث أن تكون أمة معتصمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، معتصمة، أمة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أمرنا أن نكون أمة واحدة، أكثر من حديث، ونهانا عن التفرق والاختلاف. ومن هذه الأحاديث الذي أخرجه إمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويكره لكم ثلاثة، يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتصام وعدم الاختلاف. فهذه الأحزاب وهذه الفرق الموجودة في الساحة في زماننا هذا هم مخالفون لهذه الآيات التي ذكرناها، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء عكسوا، يقولون: لا تعتصموا بكتاب الله وتفرقوا، لأنهم أسسوا جماعات وأحزاب متناحرة تنتمي إلى مناهج مخالفة للكتاب والسنة. فهذه يعني هذه الجماعات تكون جماعات مبتدعة، فيجب الابتعاد عنها، يجب الابتعاد عنها. أولا ننصح لهم، فإن قبلوا فذاك، وإن لم يقبلوا فنتجنب عنهم إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير.